السلام عليكم. عندما أبدأ الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي استياءه من رداءة أرضية ملعب جابومة، فالرجل لم يكن يبرر الفشل بل كان على حق. وأعلنت الكوف مساء الأربعاء أن ملعب جابومة والذي يقع في مدينة دوالا الكاميرونية لن يحتضن ما تبقى من مقابلات كأس أمم إفريقيا 2022، وكان يفترض أن يحتضن ملعب جابومة مباراة ربع النهائي بين السنغال وغينيا الاستوائية سهرة 30 من جانفي الحالية، والمواجهة الأولى من الدورة النصف النهائية في 2 فبراير المقبل. وبرمج الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المقابلتين المشار إليهما بملعب أحمد وهيجو والذي يقع في العاصمة الكاميرونية يواندي. وبهذا يكون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد ضيع على أشبال بلماضي تألق كبير في هذه البطولة بسبب تفطنه المتأخر لهذه المزرعة.